بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. تكلمنا في الحلقة الماضية عن وفاة موسى عليه السلام، ثم ذكرنا شيئا قليلا عن نبي الله حزقيل كما ذكر أهل الكتب. أما موسى عليه السلام فقبل وفاته وفي التيح، تيه بني إسرائيل 40 عاما، حدثت له حادثة ذكرناها وسنذكرها بالتفصيل في هذه الحلقة. في يوم من الأيام كان موسى عليه السلام يخطب في قومه، فإذا بهم يسألونه، يسألون من؟ موسى عليه السلام، من أعلم الناس؟ وكان موسى عليه السلام لا أحد أعلم منه في بني إسرائيل، فقال لهم أنا. فعاتبه الله عز وجل، عاتبه الرب على هذه الإجابة، لأنه لم يفوض الأمر لله جل وعلا. فقال الله عز وجل له: يا موسى، إن لي عبدا هو على علم لا تعلمه أنت. أنا عندي عبد، أحد عبادي، يعلم أمورا أنت لا تعلمها يا موسى. حتى يعلم موسى عليه السلام أن العلم من الله سبحانه وتعالى، ومهما أوتي الإنسان من علم فإن الله عز وجل قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فاجتهد موسى عليه السلام يسأل ربه جل وعلا، يسأل الله عز وجل: من هذا العبد الذي عنده علم أنا لا أعلمه؟ فأخبره الله عز وجل أن هناك عبدا اسمه الخضر. هذا الرجل تجده عند مجمع البحرين، بحر وبحر آخر يلتقيان في مكان، مجمع البحرين في هذا المكان ستجد عنده هذا الرجل الذي اسمه الخضر. ما قصة الخضر؟ ومن هو الخضر؟ وهل هو نبي من الأنبياء أم ولي من الأولياء؟ المسألة فيها خلاف، وإن كان الراجح والله أعلم أنه نبي من أنبياء الله عز وجل، لأن الله عز وجل علمه بعضا من أمور الغيب. موسى عليه السلام اجتهد: يا رب، أريد أن أرى هذا الرجل، أي بحر هذا؟ وأين يلتقي هذا البحر مع بحر غيره لأجد هذا الرجل؟ فأخبره الرب عز وجل أن هناك علامة يا موسى، سافر عند البحر، اذهب عند ملتقى البحرين وابحث عن هذا الرجل، لكنك لن تجده إلا إذا فقدت سمكا تحمله. احمل معك مكتلا مثل الكيس، وضع فيه سمكة، سمكة ميتة، إذا فقدت هذه السمكة ففي المكان نفسه ستجد الخضر. لما يريد أن يبحث عنه موسى؟ يتعلم. يا الله، موسى عليه السلام يريد أن يتعلم من هذا الرجل. وإذ قال موسى لفتاه، من فتى موسى عليه السلام؟ رجل اسمه يوشع بن نون، فتى مخلص ليونس، لموسى عليه السلام، سيكون يوما من الأيام نبيا من الأنبياء. موسى عليه السلام قال لفتاه يوشع: أنا سأظل أسير في الأرض عند البحر حتى أجد الخضر. قال: وكيف ستجده؟ قال: احمل معك مكتلا، كيسا، وضع فيه سمكة، فإذا فقدت السمكة فأخبرني، لأن المكان الذي سنفقد فيه السمك سنجد فيه هذا الرجل. قال له يوشع: وكم ستظل تسير في الأرض وعند البحر حتى تجده؟ قال: سأسير في الأرض سنوات طوال حتى أجد هذا الرجل وأتعلم منه. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، ملتقى البحرين، أو أمضي حقبا، لو ظللت أمشي في الأرض سنوات طوال حتى أجد هذا الرجل مشيت، ولا يهمني، ولن أبالي، أقطع الأراضي وأقطع البحار وأسير في كل مكان. لما يا موسى؟ إنه العلم، العلم، وفوق كل ذي علم، وفوق كل ذي علم عليم. موسى عليه السلام يسير في الأرض، معه من؟ معه فتاح يوشع بن نون، يحمل كيسا فيه سمك، يبحث عن هذا الرجل الذي اسمه الخضر. ماذا سيفعل موسى عليه السلام إذا وجد هذا الرجل؟ ما الذي سيحصل بين موسى
وبين هذا الرجل انطلق موسى عند البحر وفي الأرض يمشي يسير يبحث عنه ليتعلم منه العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. انطلق موسى عليه السلام مع فتاه يوشع ابن نون يبحثان عن الرجل الذي يسمى الخضر ليتعلم منه موسى عليه السلام. وصل إلى المكان الذي وعدهم الله عز وجل فيه، مجمع البحرين، مصب المياه. كان موسى عليه السلام يمشي ومعه يوشع، عنده مكتل فيه سمكة، إذا ضاعت السمكة وهربت هنا موعد لقاء الخضر. نعس موسى عليه السلام وتعب من الطريق، وجد صخرة عند مجرى الماء، نعس واستلقى ونام. جلس من؟ يوشع بن نون يترقب. فجأة تحرك المكتل، خرجت السمكة وإذا بها تقع في الماء وتسبح فيه. يا الله، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. انتظر يوشع بن نون حتى إذا استيقظ موسى من نومه نسي أن يخبره بأننا فقدنا السمكة، فقدنا الحوت. مشى موسى عليه السلام ومشى معه يوشع بن نون حتى إذا قطع مسافة من الطريق عند مجرى الماء، فلما جاوز قال لفتاح، جاع موسى، قال عد لنا طعاما. فلما جاوز قال لفتاه، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تذكر من؟ يوشع بن نون. تذكر أن السمكة فقدت وأنها تحركت وأنها هربت إلى البحر إلى الماء. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، عند الصخرة عند الماء، تذكر لما نمت عندها، لما جلسنا عندها؟ فإني نسيت الحوت. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. دخل في البحر، دخل في الماء، عجبا أي صنع له طريقا. قال موسى هو فرح، ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي أردناه. فارتد على آثارهما قصصا. رجع موسى مع يوشع بن نون في نفس الطريق إلى الصخرة التي أووا عندها، فإذا به يجد رجلا مستلق على الأرض، قد اخضرت الأرض حوله، ولهذا سمي الخضر. عند الماء نائم مغطى بثوب. سلم موسى عليه السلام، قال السلام عليك. فرفع الرجل الغطاء عن رأسه، قال وأنى بأرضك السلام، يعني وين يأتينا السلام في هذه الدنيا الآن؟ من أنت؟ قال أنا موسى. فقال الخضر، قال موسى بني إسرائيل؟ قال وما أدراك بي؟ ما الذي أخبرك عني؟ قال أدراني بك الذي أدراك بي، الله عز وجل. ثم قال الخضر لموسى عليه السلام، والبقعة كلها قد اخضرت، يروى أن هذا الرجل كلما جلس ببقعة اخضرت، ولهذا سمي الخضر. قال وما تريد مني يا موسى؟ ما الذي جاء بك إلي؟ قال جئت أتعلم منك. قال تتعلم عندك التوراة؟ قال إنك على علم تعلمه لا أعلمه أنا. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال الخضر لموسى عليه السلام، لن تصبر، لن تتحمل. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لن أعصك وسوف أتبعك، أدب موسى عليه السلام مع الخضر. وبدأت الرحلة، رحلة موسى عليه السلام مع الخضر، تلك الرحلة المثيرة التي قضاها موسى مع الخضر بحوادث مريبة غريبة. وانطلق موسى مع الخضر.
انطلق موسى عليه السلام مع الخضر متوجهين إلى البحر في بداية رحلتهما. وصل موسى مع الخضر إلى شاطئ البحر ينتظران سفينة تقلهما، أما يوشع فقد رجع إلى قومه. فإذا بسفينة تأتي إليهما، فلما رأى أصحاب السفينة الخضر أركب الخضر مع موسى بغير مقابل. لما؟ لأن الخضر معروف في قومه بأنه رجل صالح، بأنه رجل تقي، وربما يكون نبيا أصلا. فركب موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام إلى تلك السفينة، وبدأت الرحلة في البحر. أثناء رحلتهما رأى موسى عليه السلام طيرا يشرب من البحر، طيرا يأخذ بمنقاره شيئا من البحر، فإذا بالخضر يريد أن يعلم موسى علما. قال: يا موسى، انظر إلى هذا الطير، كم أخذ من البحر؟ قال موسى عليه السلام: لا شيء. قال: أرأيت إلى علمي وعلمك يا موسى، وهو علم عظيم، علمي وعلمك في علم الله كما أخذ هذا الطير بمنقاره من البحر، يعني لا شيء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعد قليل، أثناء غفلة موسى عن الخضر، رآه يأخذ فأسا ويخرق السفينة، يخرق السفينة كأنه يريد أغراقها. فنادى موسى غاضبا: ماذا تفعل يا خضر؟ تصنع هذا بسفينة أهلها أركبون فيها بغير مقابل؟ أتريد أن تغرقنا وتغرق أهلها؟ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. فعلت فعلا عظيما. التفت الخضر إلى موسى، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ مو قلت لك أنك لن تصبر على هذه الرحلة؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ رد موسى عليه السلام، قال له: لقد نسيت. من عادة موسى أنه لا يسكت على الخطأ ولا يرضى بالمنكر، ولهذا أنكر على الخضر، نسي الوعد الذي بينه وبين الخضر. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. قال له: لا بأس، لا بأس، هذه المرة الأولى وقد نسيت. فعفى عنه الخضر وأكمل مسيرتهما. انطلق موسى عليه السلام مع الخضر، فوصل إلى قرية فيها غلمان يلعبون. موسى عليه السلام يراقب الخضر، يتعلم منه. الخضر يراقب غلاما من الغلمان يلعب، يحدق ببصره إليه، يتبعه بنظره. موسى يتعجب، ماذا يفعل الخضر؟ يتبع هذا الغلام حتى إذا استفرد به، فإذا بالخضر يأتي إلى الغلام فيمسكه ويقتله. هنا لم يتمالك موسى نفسه، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، نفسا طاهرة، غلاما صغيرا بغير ذنب. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. هذا الفعل الذي فعلته منكر عظيم، في المرة الأولى نسيت، أما الآن لم أنسى، لكن الفعل كبير، لقد جئت شيئا نكرا. رد الخضر على موسى عليه السلام، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قلت لك يا موسى لن تتحمل هذه الرحلة، لكن الأمر شديد والمنكر عظيم، كيف يسكت موسى الذي لا يسكت عن باطل عن غلام يذبح أمامه، وأي ذنب ارتكبه الغلام؟ فرد موسى بكل قوة، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. إن سألتك أو أنكرت عليك أي أمر بعد الآن تفارقني يا خضر، قد انتهت الرحلة بيني وبينك، لك عذر أن تفارقني إن سألتك أي سؤال.
أو استنكرت عليك أي فعل؟ وانطلق موسى عليه السلام مع الخضر في رحلتهما. وصل موسى عليه السلام مع الخضر إلى قرية أهلها لئام، أهلها فيهم صفة البخل. استطعم أهلها، طلبوا منهم الطعام فلم يعطهم أحد من الناس أي طعام، وكان جائعين. أنهكهما التعب والسفر والجوع، ولم يعطهما أحد من الناس أي نوع من أنواع الطعام. فلما جاء المساء إذا بهما يجلسان في ظل جدار، وإذا بالخضر يرى هذا الجدار يريد أن يسقط، فقام يصلح هذا الجدار، وقام معه موسى عليه السلام. تعجب موسى من هذا الرجل، كيف يقوم الليل كله يصلح جدارا لا يعرف أهل البيت؟ بل إنهم طردوا من القرية كلها، لم يعطوا أي نوع من الطعام، ومع هذا يصلح جدارا لهم. فلما أصبح الصباح قال له موسى معترضا: لمن تطلب أجرا على إصلاحك لهذا الجدار؟ حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. ما تمالك موسى نفسه فقال: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هنا قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام: انتهت الرحلة وتوقفت الصحبة، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل. الآن ستسمع التفسير، تفسير أي شيء؟ تفسير السفينة التي خرقتها، والغلام الذي قتلته، والجدار الذي أصلحته. ستسمع تفسير كل ما سبق، فإليك خبري. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. إذا أردت يا موسى أن تعرف سبب خرقي للسفينة فاسمع. هذه السفينة كان وراءها وينتظرها ملك ظالم. هذا الملك كان ينظر إلى السفن، فإذا رأى سفينة ليس فيها عيب فإنه يأخذها ويستولي عليها بالقوة، يأخذها غصبا. وهذه السفينة التي ركبنا فيها يا موسى، هذه السفينة كانت لمساكين ينفقون فيها على أيتام، ضعفاء، فقراء، أسر يعولونها بهذه السفينة. فإذا أخذها الملك الظالم واغتصبها منهم فإنهم سيهلكون، فإنهم سيموتون، من يعيلهم؟ أسر ستضيع إذا أخذت منهم هذه السفينة. ولهذا خرقتها، وكنت أعلم أنهم سيصلحونها، لكن يبقى العيب فيها. فإن رأى الملك الظالم العيب في السفينة تركها، فكان رحمة لهم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إنه ملك ظالم، وهؤلاء مساكين، هؤلاء ضعفاء، هؤلاء فقراء يعولون أيتاما من ورائهم، فكان فعلي يا موسى فيهم رحمة بهم، ولم يكن ظلما لهم، بل كان خيرا لهم. خرقي للسفينة الذي استنكرته علي كان خيرا لأولئك الضعفاء، أولئك المساكين، أولئك الفقراء. هذا أول حدث أنكرته علي يا موسى، وإليك الأحداث كلها. أما الغلام يا موسى فإليك خبره. أوحى الله عز وجل إلي أن هذا الغلام إذا كبر سيرهق أمه وأباه المؤمنين، سيرهقهما طغيانا بل وكفرا. وهذا الغلام لا زال صغيرا، إذا مات لم يكتب القلم عليه شيئا، فكان
قتله رحمة للغلام ورحمة لوالديه، بل إن الله عز وجل أخبرني يا موسى أنه سيعوض الأبوين لحزنهما على هذا الغلام، سيعوضهما بغلام آخر يكون بارا بهما. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أردنا أن يعوضهما الله عز وجل بغلام آخر يبرهما، يكون صالحا وتكون فيه سعادة لوالديه ورحمة بالغلام حتى لا يشب على الكفر والطغيان. هذا تفسير قتلي للغلام يا موسى. أما الجدار يا موسى فإليك خبره. هذا الجدار لغلامين يتيمين في القرية اللئيمة، في القرية الخبيثة. كان له أب صالح وكان عنده كنز، فأراد أن يحفظ الكنز لأولاده الأيتام لغلامين يتيمين، لكنه ظن أنه سيموت، فخاف أنه إذا مات وعلمت القرية بكنزه أخذوا الكنز منه وتركوا أطفاله جياعا بلا مال ولا طعام، فلم يجد مكانا يحفظ فيه هذا الكنز إلا تحت هذا الجدار، فحفر حفرة تحت الجدار ووضع الكنز فيها. فلو سقط الجدار يا موسى لعلم الناس خبر هذا الكنز، ولأخرجوا هذا الكنز وسلبوه من الغلامين اليتيمين وضاع حقهما. فأردت أن أقيم الجدار ليحفظ الله عز وجل الكنز للغلامين. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. السبب في حفظ الكنز أن أباهما كان صالحا وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. كل ما فعلته من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار ليس من أمري، بل هو وحي من الله عز وجل، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. انتهت الرحلة بين موسى والخضر، وانتهت قصة نبي من أنبياء الله عز وجل. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل معنا نبي آخر، وهو فتى موسى يوشع بن نون الذي رجع، الذي كان يحمل المكثل الذي فيه السمكة. ما قصة هذا النبي وكيف فتح بيت المقدس لبني إسرائيل؟ هذا ما سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. حتى نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.